السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي الكلام على أركان الإرث وعلى شروطه، وأن تلك الشروط مرتبطة بتلك الأركان. ومر بنا أن أركان الإرث كم؟ ثلاثة. الأول مورث الحي ولا الميت؟ الميت. الثاني وارث الحي أم الميت؟ الحي. الثالث حق موروث. ما هو الحق الموروث؟ التركة. وشروط الإرث: الأول تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكما، ويكون التحقق من موت المورث بواحد من ثلاثة أشياء: إما بالمعاينة، وإما بالاستفاضة، وإما بشهادة عدلين. ويكون إلحاقه بالأموات حكما إذا كان غائبا، غاب وانقطعت أخباره، فحينئذ نلحقه بالأموات حكما مع أنه قد يكون على قيد الحياة، ولا يكون ذلك إلا عن طريق الحاكم الشرعي، يصدر صكا شرعيا بأن بعد التحري وبعد أخذ الاحتياطات اللازمة كل بحسبه، ويختلف الأشخاص في غيابهم بين إنسان معروف مشهور وبين إنسان من غبراء الناس. فبعد أن يتخذ الحاكم الاحتياطات اللازمة والتحري اللازم، يصدر الصك الشرعي بإلحاقه بالأموات حكما، ثم بعد ذلك تعتد امرأته عدة الوفاء، وبمجرد صدور الصك الشرعي للورثة أن يقتسموا التركة. الشرط الثاني، الشرط الأول، هذا يتعلق بأي ركن من الأركان الثلاثة؟ بالركن الأول الذي هو المورث. المورث. الشرط الثاني تحقق حياة من؟ الوارث. قبل موت، بعد موت المورث ولو لحظة، أو إلحاق أو إلحاقه بالأحياء حكما. مثلا في الجنين، الحمل الذي يكون في بطن أمه، وهذا الركن يتعلق بمن؟ بالمورث أم بالوارث؟ بالوارث. إذن الشرط الأول يتعلق بالركن الأول، والشرط الثاني يتعلق بالركن الثاني. الشرط الثالث، قالوا العلم بالجهة المقتضية للإرث، وقيل الشرط الثالث هو العلم بإيش؟ الحق الموروث. يعني هذا الحق الموروث هل يتعلق به حق أحد من الناس أم لا؟ هل يتعلق به حقوق لأصحاب ديون استغرقت هذه التركة أم لا؟ طيب، مر بنا وسيمر في هذا الباب وهذا العلم بالذات، العلم هذا من أسهل العلوم الشرعية، وقد يكون أحيانا من أصعب العلوم الشرعية. أنا مررت بتجربة، ولذلك عند تدريس هذه المادة بسبب التجربة التي مررت بها أحرص جهدي على تبسيطه وكثرة ضرب الأمثلة، مناقشات وإدخال ملح أثناء الدرس، من أجل أن يسهل، لأن البعض ربما مر بنفس تجربتي وما مررت به، فصار عنده عقدة من هذا العلم، ولا ينبغي أن يكون ذلك. تقريبا في عام 1413 أو 1414، أنا الحمد لله بدأت بطلب العلم عام 1409. في هذا العام 1413 هجرية قررت أن أبدأ بتعلم علم الفرائض،
ومع الأسف المدرس هذا صرفني عنه صرفا تاما من أول درس، وأخذ يبدأ أولا بالحقوق المتعلقة بالتركة جانب السبورة، قالك عن فلان وفلان وفلان وفلان، فلان له كذا وفلان له كذا وفلان باقي تعصيبا، المثال الثاني، المهم من أول درس فرض وتعصيب، فلان يرث وفلان لا يرث. فأحاول أن أستوعب مثل هذا ما استطعته. طيب إلى آخر الدرس، قلنا يمكن في نصف الدرس، وكل ما يعني مر جزء من الوقت يتألق أكثر، زيد يعني يأتي بأمثلة، هو فاهم المادة لكن لم يكن عنده الأسلوب الذي يحبب بالمادة من جهة، ويبدأ أيضا يتدرج شيئا فشيئا. أمامك طلبة من المبتدئين تحتاج أن تبدأ لهم بالشيء اليسير ثم الذي بعده بالتدريج. هذا العلم علم النحو على وجه الخصوص يحتاج إلى هدوء ومشي بتأني وضرب أمثلة، ولا تقفز في باب تضرب أمثلة حتى تنتهي من الباب الأول. مثلا في النحو تريد أن تتكلم مثلا عن الفاعل وتريد أن تعطيهم أمثلة في إعراب الفاعل، ما تقول له مثلا اعرب الجملة ضرب زيد عمرا، قل له فقط هذا المثال أين الفاعل فيه بس، ما لك دخل لا بالماضي ولا لك دخل بالمفعول به، بس أريد منك أن تقول لي أين الفاعل، أين الفاعل. إذا وصلت في باب المفعول كذلك لا مانع 10 أمثلة 15 مثال 20 مثال إلى أن يستقر في ذهن الطالب شيء من ذلك. المهم بعد الدرس الذي عقدني من هذا العلم قررت ألا أتعلم الفرائض، وأن هذا علم يحتاج شخص عقله كبير وشخص ذكي جدا وشخص عنده معرفة. خلاص عزفت عن هذا العلم وما أرغب أن أدرس مثل هذا العلم، واقتنعت أني ما أصلح لأن أفهم هذا الفن. فمرت أيام ولا زالت نفسي تحدثني، ليش يعني إيش الفرق بيني وبين غيري، ليش ما أجرب مرة أخرى أتعلم فهذا العلم لعل وعسى يمكن على الأقل أعرف ما لي وما علي فيه ويكفي. فيسر الله بعد تلك المدة أظن بسنة أو أكثر أو أقل، زار الشيخ مقبل رحمه الله تعالى شيخ كبير في السن في نحو ما بين 60 إلى 70 أو يزيد من طلبة الشيخ ابن باز، وكان فيما أذكر طباخ عند الشيخ ابن باز وملازم فترة طويلة للشيخ ابن باز، ومبرز في علم الحديث والرجال وفي علم الفرائض، ورجل يعني كبير في السن وكبير في القدر، يقال له الشيخ حسن العمودي، إن كان موجودا فحفظه الله وجزاه عني خصوصا خير الجزاء، وإن كان قد مات أسأل الله أن يغفر له ويرحمه. من ذلك الوقت الله أعلم حي ولا ميت، ما يعني لقيته بعد ذلك التاريخ لأنه رجع المملكة آنذاك. جاء زيارة وجلس نحو 2 شهر في دماج، وكان الشيخ يترك له المجال بين المغرب والعشاء يأتي إما بفرائض وإما كلام على الرجال وسلاسل كلام فوائد. فطلب منه أن يدرس في الفرائض، وافق الدرس أنه سيدرس بعد العصر، وكان عندي درس للإخوة في القول المفيد حلقة كبيرة، ما تيسر لي أن أترك الحلقة وأحضر معه في الدرس، ولا زال عندي رغبة أن أتعلم. فطلبت منه أن يعطيني ولو ربع ساعة درس خاص في هذا، وشرحت له قلت له مررت بتجربة مرة في مثل هذا الباب، لعل الله عز وجل أن يعوضني بك ما حرمني عن طريق ذلك الأخ. المهم يعني أبدأ يعني خيرا واستعد ويعني رحب بذلك، جلست معه فحب حبه يعني، وكما يقال طعام الصغار طعام الكبار سم الصغار. عندك طفل صغير ابن أسبوع وأنت فرح به، هاتوا فعلنا اليوم كيلو لحم عجل نأكل الطفل هذا، ويا يأكل لحم عجل ودعنا الله ما يصلح له لحم عجل خليه يكبر، فيبدأ حليب أولا. المهم مشيت معه شيئا فشيئا في متن الرحبية، في متن الرحبية الحمد لله رأيت يعني خيرا الحمد لله، والأمثلة ما جاءت إلا فيما بعد بعد أن قطعنا شوطا، وأمثلة أيضا بقدر. فقلت الحمد لله إذن يعني هذا العلم يمكن أن يفهم
يمكن أن يفهم. وإلى الآن كلما ذكرت ذلك الأخ أقول عفى الله عنه. ولذلك نصيحة للإخوة المدرسين، في أي باب في أي فن لا تأتي تجرب عضلاتك على المبتدئين. يعني عندك معلومات كثير، ولا يعني يحضر يجرب عنده ومات مفعله تحضير طويل عريض في المكتبة وجاب فوائد، الطالب ناسي إيش المتن وما هو الغرض من الكتاب، كله تعليق فوائد تسجيل فوائد وخرج من الكتاب بلا شيء. اعتني بالمتن، عندك معلومات كثيرة خليها لك، هذا إلى أن يعني يكبر مستواه وبعد ذلك سيتعلم ويستفيد. فكذلك أيضا حاول أن تقرب له المادة، سهلها له ولا تعقد منها، وكذلك أيضا الإكثار من ضرب الأمثلة، الاعتناء بالمتن بالتي أحسن واحدة واحدة إلى أن يقطع فيه شوطا. فبسبب تلك التجربة تلاحظون في كل الدروس أو جلها كثرة أمثلة، يعني مش بالتي أحسن، تصوير المسائل أحيانا يعني بعض المادة ثقيلة تحتاج إلى شيء من المباسطة. البعض الأخوة ربما يقول طيب يعني أحيانا بعض النكات ما لهاش داعي أو نحو ذلك، ولا بعض الأشياء نمشي مثل هذه، لابد تذهب الملل، السآمة، تجدد النشاط، يذهب النعاس والخمول، فيكون عند الإنسان أحيانا رغبة في الدرس ويعني يتعلق بالمادة ويستفيد. على كل حال يعني وين طالت المقدمة، لكن يعني هي نصيحة لإخواني المدرسين وعن تجربة بالذات في هذا العلم، بالذات في هذا العلم ربما كان الأسلوب سببا في تنفير الطالب عن أي مادة، نحو، مصطلح، أصول، فقه، أي مادة. أسلوب المدرس فأمر مهم في تحبيب المادة والفن والعلم إلى المتعلم، وأنت تريد أن تنفعه راعي مستواه، لا تعامل على أنه مثلك قد درس عدة كتب وعدة متون، ولا أيضا تعامل على أنه مستواك من حيث العقل والفهم والذكاء والحفظ. قد يكون الطالب أذكى من المعلم لكن ما قد وصل إلى هذا المستوى، لو وصل إلى مستواك لكان أعلم منك وأذكى منك ويفتح الله عليه فتحا مبينا. فلكن راعي مستوى هذا الطالب، راعي مستوى هذا الطالب، حيث أن الإنسان لو سمع لو قرأ لو حضر يحب المادة ينشط على الأقل، حتى لو قصر ينشط مرة ثانية الرجوع إليها. طيب معنا اليوم أسباب الإرث وموانع الإرث، وهي مثل الأركان والشروط. أحيانا قد يعني يقرأ الإنسان في بعض الكتب في الفرائض يقرأ الأسباب ويقرأ الموانع، قد لا يلاحظ ما ذكره بعض العلماء في بعض الكتب من الارتباط بين السبب والمانع. لو تأملت ستجد علاقة الموانع بالأسباب مثل الشروط بالأركان، لأن المانع وارد على السبب، والسبب يشترط فيه عدم وجود المانع. الموانع واردة على الأسباب، الثلاثة الموانع واردة على ثلاثة الأسباب. يعني مثلا قبل أن نبدأ بقراءة المتن، موانع الإرث، ما الذي يمنعك أن ترث من قريبك؟ هذا قريبك، أبوك، ابنك، أخوك، هذا زوج وهذه زوجة، الميت زوجة أو العكس، هناك مانع يمنعك من أن ترث منه. الأول أن تكون قاتلا، أنت قتلت هذا المورث، من تعجل الشيء قبل أوان عوقب بحرمان. يقول لك هذا الآن تعمر طويلا، أنا أقتله من أجل أن أرث، قتلته من أجل أن ترث منه لا ميراث لك، بل حتى لو قتلته خطأ لا ميراث لك، سدا لهذا إغلاقا لهذا الباب، لئلا يقتل المورث الوارث ويدعي أنه قتله على سبيل الخطأ استعجال الميراث، هذا مانع. يقتل الوارث المورث استعجالا للتركة. من الموانع اختلاف الدين، هذا كافر وهذا مسلم، رجل أبوه نصراني وأمه نصرانية من الله عليه بالإسلام، مات أبوه هل يرثه؟ لا،
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذا مات أبوه النصراني لا يرث منه، يعوضه الله بخير، يعوضه الله خيرا. العكس، مات الابن المسلم وأبوه لا زال على النصرانية، جاء طالب بالميراث قلنا لا ميراث لك منه بسبب وجود إيش؟ مانع. إيش المانع؟ اختلاف الدين، هذا له دين وهذا له دين. مانع ثالث الرق، أحدهما رقيق عبد والثاني حر. من الذي لا يرث من الآخر؟ العبد لا يرث من الحر أو الحر لا يرث من العبد؟ العبد لا يرث من الحر، أما العبد ما عنده شيء أصلا من أجل يورث. العبد ما ملكت يداه لسيده، العبد مملوك للسيد ما معه شيء، ولو كان له مال وأراد السيد أن يبيع فماله للسيد إلا أن يشترط المشتري. فحينئذ لو مات الإنسان وأبوه عبد، أبوه ما يرث منه. لو مات الأب وعنده ولدان، واحد حر واحد عبد، الميراث لمن؟ للحر، لأننا لو جئنا نورث العبد سنعطيه المال للسيد هو المستفيد، هذا الأجنبي. هذه الآن موانع. يعني انظر الآن، السبب موجود، القرابة زوجية ولا، لكن وجد مانع. أنا أردت بهذا أن أبين أن الموانع ترد على الأسباب، أسباب للميراث الموانع تأتي تحول بين الوارث وبين الإرث. كذلك أيضا العلماء يقولون الأسباب يشترط فيها عدم وجود الموانع. نعم، هذا زوج وهذه زوجة، قالوا ماتت امرأة فلا يجوز لزوجها أن يرث منها. من هي؟ امرأة يهودية وزوجها مسلم، أليس يجوز للمسلم أن يتزوج بالكتابية؟ طيب هذه كتابية ماتت وزوجها موجود مسلم، ما يرث منها. طيب ولو كان العكس، الذي مات الزوج المسلم وزوجته كتابية، هل ترث؟ ما ترث. السبب موجود، سبب الإرث الزوجية، لكن ورد عليه ماذا؟ مانع، ورد عليه المانع. طيب الآن بعد هذه المقدمة الآن نرجع للأسباب. اعتبروا فقط هذه الكلام الأول، هذا ثقافة عامة مقدمة لمحة مختصرة، من لم يفهمها ما لها علاقة بدرس اليوم. يعني من لم يفهم ما مضى يعتبر كأنه ما تكلمنا، ينتبه لما سيأتي. الآن المؤلف يقول أسباب الميراث، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة. أسباب ميراث الورى الناس ثلاثة، كل يفيد ربه يعني صاحبه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب، يعني إجماعا. يعني هذه الثلاثة الأسباب مجمع عليها، الذي قد درس يعرف أن هناك أسباب محل خلاف بين أهل العلم، سواء على مذهب الإمام الشافعي مثل بيت المال، أو على مذهب غيره مثل الرقيق، مثل اللقيط، مثل الولاء، مثل النصرة وما أشبه ذلك. معنا الآن ثلاثة أسباب يتوارث بها الناس. أنت الآن إذا أردت ميراثا من شخص، سنقول لك الآن مات ميت، حضر الجيران، حضر الحارة كلها، حضرت رجل ثري، كلهم قالوا نشتري الميراث قسمنا بعد هذا الميت. قلنا الأول إيش العلاقة بينك وبينه؟ قال صاحبي. قلنا برا أخرج، لا ميراث لك، إيش يعني؟ ما في يعني ميراث بالصداقة والصحبة. الثاني إيش علاقتك به؟ قال أخي في الله. قلنا ما فيش توارث بالأخوة في الله، أخرج الحق بصاحبك. امرأة جاءت أريد الميراث، ليش؟ قالت ابني من الرضاع. قلنا أيضا ما فيش ميراث بالرضاع، الحقيب الاثنين لا توارث. جاء واحد ثاني يريد ميراث، ليش؟ قال جيران، لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قلنا لا ميراث أيضا بالجوار. جاء الرابع الخامس يريد الميراث، ليش؟ قال أنا أبوه. قلنا حياك الله انتظر اجلس.
جاءت امرأة تريد ميراث، ايش القرابة؟ قال زوجته. قلنا ايضا مع الأب. جاء البقية، ايش قرابتكم؟ قالوا اولاده ذكور اناث. قلنا تفضلوا يجي ننظر في التركة ثم ننظر ما يبقى نوزعه بينكم. فالآن من طلب ميراثا من ميت قلنا ما وجه الصلة بينك وبينه؟ ما هو السبب الذي به ترث؟ بأي سبب ترث منه؟ الآن الأسباب التي يمكن أن يرث الحي من الميت واحد من ثلاثة، وهي نكاح وولاء ونسب. النكاح الزوجية، الرجل يرث من المرأة والمرأة ترث من الرجل، الرجل يرث من زوجته والمرأة ترث من زوجها. ما هو الرابط؟ هل هو القرابة؟ لا، النكاح الزوجية رابط عظيم بين الرجل وبين المرأة بسبب الزوجية، ولو لم يكن بينهم قرابة، لو كان هذا من قبيلة وهذه من قبيلة، لو كانوا هؤلاء عربا وهؤلاء عجما، المهم الرجل مسلم والمرأة مسلمة، يحصل بينهما التوارث، إن ماتت يرثها وإن مات ترثه. طيب، السبب الأول الزوجية، النكاح. ما هو النكاح؟ قالوا عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل بذلك وطء ولا خلوة. بمجرد العقد الصحيح يحصل التوارث. سأذكر بعض المسائل أرجو الانتباه لها. بمجرد العقد الصحيح، فإذا مات أحدهما ورث الآخر. أنا الآن أسأل سؤال، شوفوا افهموا لي الكلام الأول من أجل تبنوا عليه المسألة. ما هو النكاح الذي هو سبب للإرث؟ المرأة ترث من الرجل والرجل يرث من المرأة. السبب الأول النكاح، ما هو النكاح هذا؟ عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل به وطء ولا خلوة، يعني ولو قبل الزفاف. يعني الكلام هذا يدل على أنه حتى قبل ما تزف إليه، يعني ماتت وعادها في بيت أبيها. الجواب نعم. ولو لم يرها بعينه ولم يسمعها بأذنه ولم يذقها بلسانه، المهم ما حصل أي شيء. يعني رجل مثلا مغترب، رجل مغترب في مكة المكرمة، اتصل على أبيه قال أريد أن أتزوج بفلانة، أنت يا أبي وكيلي، اذهب عقد لي بفلانة. ذهب، تم العقد والقبول، الأب وكيل، عقد لهذا الابن. أبو البنت قال زوجت ابنك بنتي فلانة. قال قبلت الزواج بها عن ابني فلان. مش يعني كودهم رضوا بي من الصبح، شير بعد أن زوجت قال قبلت لي أنا أبوكم أبذي عيالي. لا، هو ذهب وكيل للابن الغائب المغترب. هذا الابن الآن صار زوجة له أم لا بهذا العقد الصحيح؟ قالوا الزواج بعد شهر. الولد جمع الزلط وهدايا لعمته والعمة وللأخوات، لأن الإنسان عاد في البداية يعني لابد يثبت جداره، يجي يقسم هدايا للقاصي والداني، وبعدها إذا قضي عنده يعني بعدها ما عاد يعرف أحد إلا من رحم الله. المهم جاء في الطريق المسكين، وقع عليه حادث، مات. من الذي مات؟ الزوج. الزوجة الآن ترث منه ولا لا؟ نعم. لنفرض أنه وصل بالسلامة والعافية، لم يمت، هو وصل مستعد يذهب للزيارة، وهذه الزوجة المسكينة مريضة ماتت، يرث منها أم لا؟ هل قد رأى أحدهم الآخر؟ سمع أحدهم منهم الآخر؟ الله أعلم، يمكن اتصل، كيف تقول له؟ المهم يعني نفرض أنه ما قد حصل ولا شيء من هذا، حصل التوارث الآن بينهما أم لا؟ بسبب ماذا؟ عقد الزوجية. عقد الزوجية حصل رابط عظيم بينهما. طيب
أنا الآن أنبه على مسألة وإن لم يكن لها ارتباط وثيق يعني بما نحن فيه، لكن بسبب وقوع الغلط الكبير بين كثير من الناس في هذه المسألة. حصل عقد ودفعوا الزلط، دفعوا المال لهذه المرأة، الزواج مثلا قالوا يوم الخميس، الزواج قالوا يوم الخميس، جاءوا زفوا هذه الزوجة إلى بيت الزوج، بعض الأفضال قليل العقل قالوا ما بالله يقرحوا يضربوا رصاص، قاموا قتلوا المسكين هذا العريس الذي قد يعني المشقر برأسه والفر برقبته، المهم جنازة قتلوه مات. الآن مات الزوج، مات الزوج. طيب الآن ما الذي يلزم الزوجة؟ بعض الناس قالوا مات خلاص والله ما ترجع لأخوه، الآن للأخ ما ترجع، ما يجوز مثل هذا، ما يجوز. هذه الآن مرأة مات زوجها، تحتاج أن تعتد كم؟ 4 أشهر و10 أيام، 4 ها بالمكان الذي وصلت الوفاة، سهل يعني المكان، لكن المطلوب أن تعتد أولا 4 أشهر و10. ثانيا ربما أولياء الزوج، وهذا يحصل ويأتي سؤال عنها وتقع مشاكل، يأتي أهل الزوج قالوا يلا رجعوا لنا الذهب، رجعوا إذا ما رضت تتزوج واحد من قالوا ردوا لنا الذهب وهاتوا الكسوة اجعل الآن، فدفعنا كذا وكذا، قلنا لا، الذهب ما معها لها وباقي لها من الزوج إذا كان المهر عاد بالذمة يدفعوا المهر، لأن الموت بمنزلة إيش؟ الدخول، الموت بمنزلة الدخول. قلنا عادكم دوروا هاتوا زيدوا أنتم هاتوا هاتوا المهر زيدوا سلموا لها الميراث. الميراث من من؟ من هذا الزوج. يعني هذه الآن الزوجة سعيرة حظ ولا لا؟ ذهب كسوة وهدايا ومهر وميراث، يسهل الله بواحد ثاني يعقد عليه ويموت من أين تحصل لها شيء ثاني؟ المهم هذا المطلوب، هذا المطلوب. ما يطالب أولياء الزوج بشيء، ما لهم أي شيء. لو كان العكس، لو كان العكس، من الذي مات؟ الزوجة قبل الزفاف، أثناء ما هم يعني أخذوا العروسة إلى بيت العريس اقتلب السيارة في الطريق، ماتت المسكينة هذه، ماتت. هذا يحصل كثير. طيب ماتت هذه المرأة، طيب لما ماتت هذه المرأة ماذا للزوج وماذا عليه؟ ركزوا، ماذا للزوج وماذا عليه؟ قلنا له عظم الله أجرك وأحسن الله عزاءك وغفر للمرأة هذه الموجودة، هي سلم لها المهر، سلم المهر. يلزم ولا ما يلزمه؟ يلزم، الموت منزل الدخول، من هنا ولا من هنا. سلم المهر، سلم المهر الذي باقي جنب الشرط جنب الكسوة جنب الملايين الذي قد دفع، زيد سلم المهر. هيا الآن مالك إلا ميراث، لك ميراث، إما أن ترث، إن كانت عن بكر سترث منها كم؟ النص، نص المهر ونص الشرط ونص الشناط ونص الكسوة ونص الزبيب واللوز والأشياء الموجودة، المهم يعني معه النص، يرث النص. بعض الناس أيش يفعلوا في مثل هذا؟ وهذا حاصل، قالوا هي ما دام انها ماتت سلموا كل الذي عندكم لاختها ونزوجوا بالاخت ولا عاد يشتدوا ريال، الكل الباقي كل ما قد دفع قالوا يتحول يعني فقط يعني الى الاخت، انتقل الميكروفون للزميل الاخر، حولوا المال للاخت وزوجوا بالاخت. لا، اذا اراد الاخت عقد جديد ومهر جديد وكسوة جديدة والمهم شروط زواج جديد، الأولى ما لها أي علاقة، ليس لها أي علاقة. الآن واضح ولا لا؟ طيب إذن بمجرد العقد الصحيح تثبت الأحكام، تثبت الأحكام. بعض الناس أيضا مسألة أخرى أحب التنبيه عليها لكثرة الغلط الفاحش فيها، ونسأل عنها كثيرا مثل هذه المسألة، وهي رجل عقد على امرأة عقد صحيح، عقد صحيح، قبل يعني بعد العقد
قالوا الزواج يوم كذا وكذا، الفستان حق الزواج على الزوج، هو قد دفع مبالغ قد تشرط له، ما قالوا بس قبل الزواج قالوا الفستان عليك يا أصحاب الله اتقوا الله، قالوا أبدا عليك، دفع الفستان. قالوا باقي احنا ما نزوف بنتنا إلا بست سيارات والبترول مبلغ قدره عليك. قال أقول لكم طالق ولا عرشتي، طلقها. جاء الناس راجعوا تعوذ من الشيطان ما عاد يصلح، ولا يعني الزواج باقي إلا أسبوع، واحد قال علي حق السيارات ولا عاد تختلفوا، هيا راجعها. قال خلاص أشهدكم أني راجعت امرأتي لعصمة نكاحي، لا يصح هذا، بانت منك بينونة صغرى، خلاص ما في لك حق مراجعة، انتهى، صارت الآن أجنبية أجنبية. طيب كم تعتد؟ ولا لحظة. لو جاء ابن عمها قال ما دام هذا المكسور الناموس فعل كذا زوجوني، أبوه قال زوجتك، الزواج يوم الخميس لابن العم، وهذا كل تبن سيرت أقول له المرة ثانية مدام مشعر طلق عادة بيت أهله. بعض الناس هذا يقول لك لا، يعني رجعوها له ارجع بس، فعلوا مراجعة، ما يصح مثل هذا. إذا أراد عقد جديد قلنا الآن أنتم قد اتفقتم على مهر، قالوا أيوة، كم المهر؟ قالوا 20 حبة ذهب. قلنا الطلاق في هذا قبل الدخول يوجب تنصيف، كم تنصيف المهر؟ سلم 10 حبوب أول من أجل نتفق نكمل القضية الأولى إلى طرف ونبدأ بالقضية الثانية على طرف، سلم 10 حبات ذهب، سلم 10 حبات الذهب مثلا، هذا إذا سلم ولا يعني دعوة وإجابة وشريعة طويلة عريضة، سلم. الآن اتقدم من جديد على أن خاطب ما يردوا له ولا يردوا له شيء مما قد دفع من أموال ومن ذهب وغيرها ولا شيء، عاد يزيد يدفع نصف المهر، زيد يدفع نصف المهر، هو يدفع لها نصف المهر لأنه طلقها وقد سموا مهرا. الآن جاء يريد أن يتزوج بها من جديد، قلنا عقد جديد إذا رضيت ورضي أهلها، عمه قال طلقها وعادها عندي، كيف يعمل بعد ما وصل عنده؟ والله ما يزيد يحتوي لا على شعره ولا يشم لا نخ، من حقه ولا مش من حقه؟ من حقه، من حقه، إيش نفعل هذا؟ بعض الناس كيف يفعل في مثل هذا؟ يأتي يقول يعني أنا يعني خارجوني، أنا لو يعرفوا أن الطلاق يعني قد حصل انظروا لي يعني أي حل، شوفوا لي أي حل، ربما يطلقهم مش دارين ما قد بلغهم، وقالوا انظروا لي أي حل. طيب يعني إيش نفعل لك من حل؟ ماذا نفعل لك من حل؟ ولا نريد أن نلقن الناس بعض الأشياء، يعني مش معنى أنه بعض الأشياء إرجاع، ما فيش إرجاع، لكن فيه يعني حول هذا مشكلة قائمة عندك، الجواب عندي وحدنا، أما عاملة سهل تكلم عني وحدنا. على كل حال هذا أمر مهم لابد ينتبه الإنسان، المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. في المجلس قال لا طالق عاد لكمل القاف، مش دي قلقل ولا ما يقلقل، من طالق الأب ومن عمه واحد ثاني قال زوجوني، قال له زوجتك ابنتي، قال قبلته، ودعناك الله أيها المطلق. ما يقول في العدة، ما عدة، ما فيش عدة، مطلقة قبل الدخول ليس لها عدة، مطلقة قبل الدخول ليس لها عدة. احنا الآن في باب النكاح، نرجع إلى باب المواريث والسبب يعني العلاقة وأهمية المسألة يعني هذه. الآن معنا أسباب الميراث كم؟ أسباب الميراث كم؟ الأول النكاح، الثاني الولاء، الثالث النسب. النكاح عرفناه عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل به وطء ولا خلوة. من فرض بها مش كل يوم بعد يعني. ولذلك بعض الناس أنصح الذي يعني يريد زوج ابنته قال له يعني الآن يعني خطبة ولا عقدوا، طب وزوي لا متى؟ قالوا معقد،
والزواج بعد شهرين ثلاثة أربعة، وكل جمعة وهو يجي يزور عمته، يعني لا حلب العمة بس، مرة يدمعوا كيلو موز، مرة يدمعوا كيلو عنب، وطبعا يجلس وجالس يعني يتثاقل ويشتي، يعني يجلس مع المرأة يتكلم معها بعض الكلام، زوجتي. فلا يعني حصل العقد، أجلوا العقد قبل الزواج أسبوع أسبوعين والحمد لله رب العالمين. تطويل هذا ما له حاجة، قد تحصل مشاكل، قد يحصل أشياء يعني ويحصل بها أضرار. على كل حال هذا السبب الأول. السبب الثاني الولاء. الولاء، الولاء عصوبة للمعتق على المعتق، سببها العتق، من عليه بالعتق. أنا عندي عبد، عندي عبد، قلت لو أنت حر لوجه الله، أنت حر لوجه الله، الآن هذا العبد مولى لي، زي ما نقرأ في الكتب، في كتب الحديث والأسانيد، فلان مولى فلان، يعني هو قبيلته فلان بن فلان بن فلان مولى فلان. إيش معنى مولى فلان؟ هذا أعتقه، فالولاء له. إنما الولاء لمن أعتق. إيش نستفيد من هذا الولاء؟ هذا الآن الذي كان عبد عندي وأعتقته وصار حر، ما شاء الله شغال، طلب الله، حصل على، يعني يريد أن يتزوج، جمع فلوس، جمع أشياء، صار عنده مبلغ كبير من المال، واشترى أرض واشترى بيت، مستهيئ للزواج، قدر الله عليه ومات، ما له أقارب، ما يعرف، يعني هذا رقيق بيع، ما ندري من أبوه، ما ندري من الجد، من العم، من ابن العم، من الأخ، ما مقطوع من شجرة، ما نعرف، مات عنده هذا المال، من يرثه؟ السيد الذي أعتقه. بأي مناسبة وأي سبب؟ بالولاء. إنما الولاء لمن أعتق، سواء إذا ما كان له أي قريب من الأقارب، السيد يأخذ الكل بالعصبة، حتى لو كان السيد امرأة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرغبة، حتى لو كانت المعتقة امرأة وهذا ما له أي قريب، المرأة المعتقة هي التي ترث. إن كان له بعض الأقارب من أصحاب الفروض نعطيهم فروضهم، وما بقي العصبة منه السيد المعتق. هذا الولاء باختصار، واضح الآن؟ طيب الزوجية، نرجع للأول الآن، نرجع للخلف قليل. الزوجية يحصل بها التوارث من أي جهتين ولا لا؟ الزوج يرث من زوجته، والزوجة ترث من، إلا أن يرد على السبب إيش؟ مانع، اختلاف الدين، قتلته، أو متزوج بأمة رقيقة، زوج بأمة ما زوج بحرة، حينئذ إذا وجد مانع قلنا ليس بينكم توارث. طيب الولاء هل يتوارث به من الجهتين؟ يعني مات السيد وما فيش عنده أولاد، ما في عنده إلا أبناء عن بعيد، هل يأتي هذا العبد الذي صار حرا، الذي كان عبد عنده، هل يأتي ويطالب بشيء من الميراث؟ لا، الميراث فقط من جهة المعتق، لأنه من عليه بالعتق، من عليه بالعتق، فالميراث فقط للسيد دون هذا العبد. إذن الآن كم مر بنا من الأسباب؟ كم مر بنا من الثلاثة؟ اثنان، النكاح وإيش؟ والولاء. النكاح والولاء. الثالث النسب، يعني القرابة، النسب يعني القرابة. عند الناس الآن يقول لك فلان نسبي، يعني يريد صهري، لا، النسب المراد به القرابة. والقرابة ثلاثة أقسام، أقاربك من هم؟ إما أصول الذين تفرعت منهم، يعني الأب، الأم، الجد، الجدة، هؤلاء الأصول الذي أنت من فروعه، من نسله، وإما فروع الذي تحتك، الأولاد، أبناؤك الذكور والإناث، وأولاد الإبن، وأولاد الإبن، هؤلاء يسمون فروع. الحواشي إخوة وأخوات، أعمام، أبناء عم، الذين هم فروع أصلك، إما فروع أصلك الذين هم إخوة، أو فروع أصل أبيك الذي هم إيش؟ أعمام. المهم النسب ثلاثة أقسام، أصول وفروع حواشي. الأصول الأب، الأم، الجد، الجدة. الفروع أولادك وأولاد الإبن وإن نزلوا، والحواشي الإخوة والأخوات والأعمام وأبناء العم.
يعني سيأتي بعض التفاصيل، لكن افهمها أولا على سبيل الإجمال، افهمها على سبيل الإجمال. إذن يمكن أن يرث الأخ من أخيه ولا لا؟ ما هو السبب الرابط؟ السبب الرابط الولاء ولا النكاح؟ النسب. يمكن أن يرث الرجل من عمه أم لا؟ ما هو الرابط؟ النسب. يمكن أن يرث الرجل من أخيه في الله أم لا؟ لا. يمكن أن يرث الرجل من جده أم لا؟ ما هو الرابط؟ يمكن أن يرث الرجل من ابن ابنه أم لا؟ ما هو الرابط؟ يمكن أن يرث الرجل من أبيه وأمه أم لا؟ ما هو الرابط؟ يمكن أن يرث الرجل من زوجته أم لا؟ ما هو الرابط؟ النكاح. يمكن أن ترث المرأة من زوجها أم لا؟ ما هو الرابط؟ النكاح. يمكن أن يرث الرجل من عبده أم لا؟ من عبده، من عبده، نعم. ما هو الرابط؟ الولاء. يمكن أن يرث العبد من سيده أم لا؟ ما هو الرابط؟ ما فيش رابط، ما فيش رابط. من أين ندير الرابط؟ الآن واضح الثلاث الأسباب، ثلاث الأسباب الآن واضح، وهي نكاح وولاء ونسب. ما بعدهن المواريث سبب، يعني من الأسباب المجمع عليها. طيب الآن سؤال، رجل متزوج بامرأة يهودية ماتت، يرثها ولا ما يرثها؟ زوجته ما يرث. ليش؟ اختلاف الدين، الدين مختلف بينهما، الدين مختلف بينهما. طيب وهي كذلك. طيب الآن هذه ثلاثة الأسباب باختصار، نكاح وولاء ونسب، نكاح وولاء ونسب. يعني حد عنده إشكال فيها الثلاثة الأسباب على ما ذكر فقط؟ حد عنده إشكال فيها أن هذه أسباب الميراث، ما أحد يتوارث بأي سبب آخر، ما في إلا بهذه. إيش قرابتك من هذا الميت؟ قال أبي. إيش قرابتك من الميت؟ قال ابني، أخي، عمي. المرأة تقول زوجها، زوجة قل زوجتي. يحصل التوارث، يحصل بينهما التوارث. طيب عندنا الموانع التي تمنع من الإرث، يعني السبب موجود لكن ورد عليه مانع، لأنهم قالوا الموانع ترد على ماذا؟ على الأسباب، والأسباب يشترط فيها عدم وجود المانع. السبب موجود لكن لابد أن لا يكون هناك مانع يمنع. قال الرحبي رحمه الله تعالى: ويمنع الشخص، الشخص هذا منه؟ أي واحد. يمنع الشخص الذي يطالب بالميراث من ما كان، زوجة، ابن، أب، أخ، يمنع الشخص. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. طيب لو اجتمعن ثنتين من باب أولى، لو اجتمعن الثلاث أولى وأولى. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق، يعني يكون هذا القريب رقيق، عبد. ما المانع أن نورث العبد؟ هو ابنك ولا أبوك ولا أخوك، ليش ما نورثه؟ لو ورثناه في الحقيقة إنما نعطي من؟ السيد، لأن العبد وما ملكت يداه لمن؟ سيد. الآن ما نعطيه، ما نورثه، حتى لو كان ابن، حتى لو كان أب، طالما أنه عبد. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق، هذه أن يكون الوارث رقيق ما في له ميراث، رق وقتل، يعني يكون الوارث قتل المورث. إذا قتل الوارث المورث لا ميراث له منه. إن كان القتل عمدا محضا عدوانا فلا يرث بإجماع العلماء كلهم، بإجماع العلماء كلهم لا ميراث. إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد، جمهور العلماء أيضا على أن لا توارث، لا يرث القاتل من المقتول شيئا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرث القاتل من المقتول شيئا، عمد، خطأ، لا ميراث.
الإمام مالك فقط قال نورث من المال دون الدية، واستدل بحديث لا يصح. فيبقى معنا أن القاتل لا يرث من المقتول شيئا سواء قتله عمدا أو خطأ مباشرة أو تسببا، طالما أن القتل بغير حق، بغير حق من أجل ما يعني يقع في خاطر بعض الناس. طيب هذا المانع رقم كم؟ رقم 2. ما هو المانع رقم 2؟ القتل. القتل يمنع الميراث من جهة القاتل ولا من جهة المقتول؟ القاتل فقط، من جهة القاتل، لا يرث القاتل. طيب وهل يمكن أن يرث المقتول من القاتل؟ وهل يمكن أن يرث المقتول من القاتل؟ الذي يقول يمكن يرفع يده. الذي يقول يمكن أن يرث المقتول جنازة، هو يمكن في بعض الصور. كيف هذه الصورة؟ يعني الآن رجل رمى على أبيه بالبطن، بالصدر، بالرأس، أسعف الأب للمستشفى، ما قد مات يعني بغيبوبة، لكن لا زال حي. الابن هرب، على هربته صدمته سيئة، سهل خلى الأعلى تدور لمشكلة ثانية فأنت خريب الأول. الآن هرب القاتل، صدمته سيارة، مات. الآن الذي مات القاتل ولا المقتول؟ والمقتول وينه؟ عادوا بالإنعاش. بعد ساعتين من نبأ هذا مات. من الذي يرث الآخر الآن؟ المقتول. الذي مقتول طبعا باعتبار يعني ما آل إليه الأمر، المقتول يرث من القاتل. ولا في الأصل لو مباشرة مات كيف عاد يرث؟ يعني وبعض الأخوة يقول لك كيف يعني يرث المقتول من القاتل؟ باعتبار أنه يعني إذا مات بسرعة صح لا ميراث، لكن لو مثل هذه الصورة حينئذ نقول المقتول يرث من القاتل. طيب إذا السبب المانع الأول من موانع الإرث ما هو؟ المانع الأول من موانع الإرث ما هو؟ الرق. يمنع من جهة ولا من جهتين؟ ها؟ إذا مات العبد سيده يرث ولا لا؟ يا قادر يا ريع نفسك، ها؟ أحسن. يعني الآن الرقيق لا يرث، لماذا؟ لأننا لو ورثنا إنما نورث من؟ السيد. وبالمقابل أيضا لو مت أنت وولدك رقيق هل يرث منك؟ ما يرث. لو مات الرقيق وجيت تطالب الميراث ما معه شيء، حتى الثياب الذي عليه حق السيد، حق سيده ما معه ولا شيء، العبد ما ملك يده ولا سيده. فالرق يمنع من الجهتين، لا الرقيق يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث. المانع الثاني ما هو؟ المانع الثاني ما هو؟ القتل. القتل مانع للقاتل من المقتول ولا المقتول من القاتل؟ القتل يمنع ميراث القاتل، القاتل ما يرث. القتل يمنع القاتل من الميراث، القاتل لا يرث عمدا أو خطأ. طيب المانع الثالث الآن اختلاف الدين. اختلاف الدين، الرجل مسلم والمرأة إيش؟ يهودية أو نصرانية. أنا الآن أتي بصورة ولا تستعجلوا بالجواب، وأنا متأكد في ناس مستعجلين يعني باعتبار الخبرة السابقة يعني في مثل هذا. الآن رجل تريد تجيب أنت، لا انتظر خلنا نتخرج من السؤال الآن، ونريد واحد يجيب غلط. منه ليش يعني أنت الآن تدور لك عليه؟ وربما أحيانا بعض الأخوة من الحرج ربما يتلخبط، ما عاد يعني هو داري
بعد ما يكمل السؤال قال والله أنا كنت داري لكن يعني قربشت لي فأجأذوا مني بالسؤال. صحيح يعني هذا يحصل هذا يحصل. إن كان في ورقة واحد يقول يعني انتهى وقت الدرس تمام، وإن كان في يعني الأسئلة لا. طيب الآن امرأة مسلمة صالحة متدينة زوجها يهودي، مات هذا الزوج ترثه ولا ما ترثه؟ الذي يقول ترثه يرفع يده. ما يجوز للمسلمة أن تتزوج بإيش؟ بكافر، لا يهودي ولا نصراني ولا غير ذلك، مسلمة ما تتزوج بكافر أبدا. لكن لو كان زوجها يهودي أو نصراني باعتبار أنهم كانوا الاثنين يهود، الزوج والزوجة، المرأة أسلمت، المرأة أسلمت والرجل بقي على يهوديته أو نصرانيته، ثم بعد أسبوع حاول يتصل عليها ترجع، المهم اقتهر مات، اقتهر عليها مات، ترثه ولا ما ترثه؟ الآن الزواج كان صحيح من قبل، كانوا الاثنين يهود، بس هو يعني لما أسلمت يعني من شدة الحزن والأسى مات قهرا، ترثه ولا ما ترثه؟ ما ترث. المرأة الآن العكس، هم كانوا يهود، المرأة أسلمت ومن شدة فرحها بالإسلام ماتت، يرثها أو لا يرثها؟ لا يرثها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن عرفنا من خلال هذا أن السبب يرد عليه ماذا؟ المانع. إذن أسباب الميراث كم هي؟ ثلاثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن المواريث سبب. الموانع أيضا كم؟ ثلاثة. شوفوا السهولة يعني في علم الفرائض، الأركان ثلاثة والشروط ثلاثة والأسباب ثلاثة والموانع ثلاثة، يعني سهل كلها يعني من ثلاثيات. أنا عادنا لبر رجلتي إيه وحيل البيت شبط وانا كم يستمت الطالب الدرس أرزاق 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 هذاك عليه دعوة عليه دعوة، مثل الذي قالوا بعض الناس يعني يكون هكذا يعني قالوا مش ما قال محفوظ عمل، ايش تفعله؟ ايش تفعل من هذا؟ طيب الآن هذه الموانع ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة، الأول رق، الثاني قتل، الثالث اختلاف دين. طيب نأتي ببعض الأمثلة القليلة ونختم الدرس. رجل مات وعنده زوجة وثلاثة أبناء، واحد منهم رقيق، من يرثه؟ كلهم ثلاثة أولاده كلهم عنده زوجة وثلاثة أولاد، واحد من الأولاد رقيق، من يرثه؟ الزوجة والاثنين الأحرار، الرقيق هذا إيش؟ لا يرث. رجل عنده امرأة رقيقة ما يستطيع الزواج، حرة، الزواج له جارية يملكها شخص، وعنده اثنين عيال من امرأة قديمة، مات هذا الرجل عن زوجته الأمة وعن ولديه الحرين، من يرثه؟ يرثه الولدان الحران. مسألة ثالثة، رجل عنده زوجة حرة وزوجة أمة وولد، من يرثه؟ الزوجة الحرة ومن؟ والولد. الأمة المسكينة هذه ليش ما ترثه؟ تحبه أكثر من الحرة وبكت عليه أكثر من الحرة، بكاء الثكالة مش مسألة عواطف، تبكي لما تقرح، ايش نفعلها؟ ما فيش لها ميراث، من نعطيها والشرع منعها؟ لا ميراث لها. طيب انتظر، رجل عنده ولدان، احنا قلنا الآن القتل يمنع الميراث سواء كان عمدا أو خطأ، عمدا أو الثالثة عمدا أو يعني
ما علينا من هذه الآن. إحنا الآن نتكلم على هذه، أنا أكرر لكم عمدنا وخطأ من أجل تتهيئ أنفسكم للمثال الغريب الذي سيأتي. رجل عنده ولدان، واحد صالح في غاية البر والثاني عاق والديه، الثاني عاق والديه، مثل الذي قال لعمرك إن لي ولدا وعبدا، إن لي ولدا وعبدا، قال فهذا عاقل من غير لامي وهذا سابق من غير سيني، إيش النتيجة؟ آبق وعاق. فهمتم؟ لعمرك إن لي ولدا وعبدا، فهذا عاقل بدون لام، احذف اللام من العاقل، عاق، وهذا سابق العبد بدون سين، احذف السين من السابق، آبق العبد، يعلم الله بيع عرش، والولد عاق. الرجل هذا الآن عنده ولدان، أحدهما في غاية البر والثاني في غاية العقوق. قام الولد العاق ضرب الأب حتى كسر رجله، العاق كسر رجل الأب، جاء وهرب الابن الثاني البار، جاء يدور ما الذي فعله؟ قالوا أخوك كسر رجل الأب. أنا أسعفك يعني، ويبكي وعني ولا عليك ولا يهمك، رجلي بدل رجلك ورأسي بدل رأسك. أخذ يسعفه مستعجل، ركبه بالسيارة وعمل حادث، مات الأب، مات الأب. الآن من القاتل؟ البار ولا العاق؟ طبعا بالخطأ، يعني قتله خطأ. من الذي يرث؟ العاق. شوفوا على مسألة حزينة، الذي كسر رجله له الميراث. ها؟ حتى مذهب مالك، مذهب مالك بس يتكلم على انه يعني يرث من الأبدية ولا يعني من المال، قاتل الخطأ يعني يقول يورث من المال، وأما الدية التي سيدفعه ما يرث منها، وليته لو كان مبني على حديث صحيح سهل يعني نقول يعني نواسيه بشيء من التركة. ها؟ حتى على مذهب الإمام مالك العاق سيستلم الميراث ويزيد دية أيضا، الثنتين كل، فقط القاتل إيش الذي يرث عند الإمام مالك؟ ما عاصي والدي هذا يورث الكل، يورث من الدية ومن المال، من الدية ومن المال. طيب الآن واضح أسباب الميراث كم قلنا؟ موانع الإرث كم قلنا؟ أركان الإرث كم قلنا؟ شروط الإرث كم قلنا؟ الحقوق المتعلقة بالتركة كم قلنا؟ ولا قلنا حاجة، ما قلنا شيء. طيب إلى هنا، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.